السلام غزالات ديالي كديرين، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم فيديو جديد معكم ان شاء الله، روتين بعد ما رجعت من المستشفى اخر وياتي. الحمد لله البنات دازت الامور بخير، ومهم شكرا بزاف على اي وحده سولات على جنات ودعات مع جنات. الله يخلي لكم صحيحتكم، الله يحفظكم، الله يخلي لكم معز عليكم يا ربي. المهم البنات السبيطار خيب، ما تعطيش العدوك البنات، والله ما تعطيه العدوك. الحمد لله، وخاصه في رمضان شويه كتكون صعيبه، ولكن الحمد لله على كل حال مدرسه الامور بخير، وجنات الحمد لله عدت بخير. المهم البنات دابا راني حاضيه معها، بالنسبه لاخوات كانوا حاضيه معها، راني حاضيه معها، ودير مشكل كيف ما حاضيه معها كيف ما هي اصلا هي ما كتزكاش، كيف ما كتلاحظوا راه كتجر الكرسي، كتجر هنايا باغا بني نكون بحال هكا كنعجن ولا شي حاجه ما كتزكاش. الحمد لله على كل حال. المهم خواتاتي غندوز نوجد اليوم واحد الفطير، فطير يكون ان شاء الله عادي ومتواضع. اي ودني منك انت كتخرجي لي عقلي. المهم اخواتاتي ناوي ان شاء الله ما غندير الحيمات بالبرقوق. المهم هانتوما معايا اخواتاتي، اجيو معايا. المهم اخواتي كيف ما كتلاحظوا دست ان شاء الله بغيت ندير الحيمات بالبرقوق. هنا درت الحامض، درت العطريه اللي عندي العاديه، وهنا عندي الكوزه كيف ما كتلاحظوا، غندير من نتيجه شويه، وغندير هنا عندي القرفه حتى هي غندير منها واحد العود. صافي هنا اخواتي كنقطع في الربيع، المهم بصله والثومه غنخليهم حتى يتقلى ليا شويه اللحم، عاد غنضيف عليه البصله والثومه. المهم خواتاتي غندوز نوجد هنايا كما كتلاحظوا حطيت الطيق والفورص ان شاء الله. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني باغا ندوز ندير البطيطات في العجانه، نخلطهم في العجانه. بالنسبه للاخوات اللي سولوني قالوا لي زهره بالنسبه للعجانه شحال شراها لك الزوج ديالك؟ المهم اخواتاتي بالنسبه للعجانه خذها ليا من لاوشن البنات، الثمن ب 100 كوينتش يعني 115 اورو، 115 هذا هو الثمن بالنسبه للاخوات اللي سولوني. المهم راني جربتها البنات، حيت هما اصلا قالوا لي خاصك باش مات ديما كان غير خلطت الشكيمه، راه ديجا جربتها، ولكن بغيت نخليها دائما بهذا النكهه باش تبقى ديما نقيه، غير كنخدم بها وكنعاود نردها. المهم كيف قلت لكم البنات زوينه عجبتني، المهم جربتها عجبتني. بالنسبه للاخوات اللي بغيتو تشريوها، حيت واحد الاخت قالت لي راه باغا ناخذ انا عجانه، كما كتلاحظوا هيا هي.
الكات والله الا البنات وخاك العجاجه زينه كتهنيك والله الا كتهنيك نديك صافي هي وجدات عندي دابا غنغطيها وندوز نصاوب معكم ان شاء الله شرموله. صافي هنا اخواتي كيف ما كتلاحظوا شنو بالنسبه للشرموله اللي غنعمر بها هذه البطيطات، عندي هنا الفلفله والبصله اللي قطعتهم طوال والكفته غنديوز ندير لها العطريه وعاد غندير ليها البنات الزيتون الزيتون وزيتون الكحل وزيتون الاخضر يعني تم تطيب ليا شرموله. وبغيت نقول لكم البنات تطيب لكم شرموله وزيدوا عليها الكيتشوب كتعطي واحد المذاق زوين، حتى تبغي تطفي عليها ديروا ليها الكيتشوب كتجي واحد الشرموله زوينه اخواتي. نحطها تشحر البنات من بعد ما تشحرات ليا غنضيف عليها دابا البنات الكيتشوب وغنخلط هكذا وغنطيعها ومن بعد غنضيف عليها الزيتون هذه الشرموله وجدات عندي كتجي كتشهي هاد الشرموله بحق البنات غير جربوها مع الكيتشوب مني تبغيو طفيو عليها هنا اخواتي كيفما كتلاحظوا دوز كنحيد عليا في المواعر راكم عارفين المواعر دائما ضروري كنحيدهم قبل الفطور. المهم اخواتي الحمد لله بدات الامور بخير ورجعت لداري وانا البنات مولفه داري عرفتوا البنات السبيطار خايب 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 دازت عليا والله والحمد لله على كل حال الله يجعلها مغفره الذنوب وكنشكركم من جديد خواتاتي والله يحفظكم والله يخلي لكم صحيحتكم على دعواتكم على كل شيء الله يحفظكم. هنا اخواتي درت شليده ديال الروز كيف ما كتلاحظوا درت هنا الروز درت عليه شويه الربيع شويه الطون كيف ما كتلاحظوا صافي وغندوز ندير واحد الشريده هنايا كيف ما كتلاحظوا اخواتي وهانتوما معايا
بالنسبه للبطبوطه البنات هدية كيجي بهذا الشكل، كيجي زوين بهذه الحشوه البنات، غير جربوا هذه الحشوه ساهله وبسيطه، ما فيها لا يعني ما فيها شي مقادير كثيره ولا كيف ما كتلاحظوا. صافي ونوريكم دابا الشكل النهائي ديال الطبيله من بعد من بعد ما رجعنا من السبيطار الحمد لله، وهانتوما معنا.